السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي اخواتي في هذا الفيديو الجديد. كما عودناكم اليوم جبنا لكم اهم اخبار الجزائر. اليوم في الاخبار عدنا سنتحدث عن اول سيارة هيونداي التي تخرج من المصنع، وسنتحدث ايضا عن سعرها عند الخروج ووقت الخروج. ايضا في الاخبار سنتحدث عن مخصصات عبقرية لانعاش الاقتصاد الجزائري ومواجهة هبوط الدينار الذي ستقوم به الدولة الجزائرية. أخيرا في الأخبار مشاركة واسعة للقادة العرب في قمة الجزائر. هذه هي أبرز عناوين أخبار الجزائر اليوم. أما الأبقى معنا حتى الآخر أعزائي المشاهدين باش تعرفوا كاع تفاصيل هذه الأخبار، وأيضا ما تنساوش أرجوكم تضغطون على زر الإعجاب. خلونا نحاول نوصل هذا الفيديو على الأقل 1000 لايك، هذا راح يدعم القناة بزاف وشكرا جزيلا لكم. وقبل ما نبدأ الفيديو أيضا فتحنا قناة جديدة لمحبي الرعب والغموض، إذا نرجوكم زيارة هذه القناة تلقاو الرابط في خانة الوصف وفي أول تعليق، قناة راح تعجبكم بزاف. وشكرا جزيلا لكم على دعمكم المتواصل لنا. الخبر الأول سنتحدث عن خروج أول سيارة هيونداي من المصنع، وسنتحدث أيضا عن سعرها. حيث كشف المدير العام لمصنع سيارات هيونداي خالد جاب الله أن نوع السيارات الذي سيتم إنتاجه هي سيارة أكسنت الجديدة، منها CRDE مازوت وأيضا 1.4 وأيضا بنزين 1.4 محرك، وذلك في خط إنتاجي على حساب المواد الأولية. وأضاف خالد جاب الله أنه من المنتظر أن تصل طاقة المصنع في المرحلة الثانية إلى 7 خطوط من إنتاج 8 أنواع من السيارات. أما بخصوص سعر السيارات، قال المدير العام للمصنع لتركيب السيارات TMC بالمنطقة الصناعية زعرورة في تيارة أن سعرها لم يحدد بعد، حيث يوجد شركة موتورز سيم موتورز مكلفة بالتسويق في العاصمة. كما كشف عبد الرحمن بيجاوي مدير استراتيجي بشركة TMC أن سعر سيارات هيونداي سيكون في متناول الجميع، وتابع بالقول على هامش مراسم استئناف المركب لنشاطه أن إعادة بعث نشاط مركب السيارات بتيارة والوحدتين التابعتين له بكل من فرندا غربي تيارة وخميستي بولاية تيسمسيلت سيخفف من الضغط الذي شهدته سوق السيارات مؤخرا جراء غلق مركبة تيارة لمدة قرابة 3 سنوات. كشف المدير العام للمركب خالد جاب الله أن استئناف نشاط المركب بخط إنتاج واحد ينتج نوعا واحدا من السيارات والعلامات، ويتعلق الأمر بأكسنت جديدة على أن يتم تشغيل 7 خطوط لإنتاج 8 أنواع من نفس العلامة وتشغيل 780 عاملا جديدا. واستأنف اليوم سيارات هيونداي بالمنطقة الصناعية زعرورة في تيارة نشاطه بعد أكثر من 3 سنوات من الغلق. وحسب المدير العام للمصنع فإن هذا الإنتاج 70,000 سيارة سياحية سنويا، بينما عدد السيارات النفعية سيصل سنويا إلى 30,000 سيارة في فرندا. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ أيضا أخبرونا لكم في التعليقات. الآن دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر. الخبر الآخر مخططات عبقرية لإنعاش الاقتصاد الجزائري، وأيضا مخططات الدولة للارتفاع بقيمة الدينار بعد هبوطها. أظهر مشروع الموازنة العامة للجزائر لسنة 2023 أن إجمالي الموازنة قفز إلى 13.76 تريليون دينار، أي حوالي 98.4 مليار دولار مقابل 6.3 تريليونات دينار في العام الجاري، بزيادة تبلغ نسبتها 118.4%. وترجع هذه القفزة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على الدعم الموجه للتعليم والصحة والغذاء والوقود، بالإضافة إلى ارتفاع حجم المشاريع الحكومية التي تستهدف إخراج الاقتصاد الجزائري من الركود الذي زادت حدته منذ ظهور جائحة فيروس كورونا قبل عامين، وأيضا استحداث وزارات ومؤسسات رسمية جديدة ملحقة بالوزارات ورئاسات جمهورية. وفي تفاصيل مشروع الموازنة الذي حصل العربي الجديد على نسخة منه، جاءت وزارة الدفاع في مقدمة الوزارات من حيث قيمة المخصصات بنحو 3.18 تريليون دينار أو 22.7 مليار دولار، وهي ضعف الإنفاق من العام السابق والأعوام الفائتة، مقابل حوالي 1.3 تريليون دينار في موازنة العام الجاري، بزيادة تبلغ نسبتها 145%،
تليها وزارة المالية ب 3.14 تريليون دينار 22 مليار دولار مقابل 93 مليار دينار للعام الجاري، فيما وصلت ميزانية وزارة الداخلية التي تغطي قطاع الولايات والبلديات والشرطة والحماية المدنية إلى أكثر من تريليون دينار أي 7.4 مليار دولار مقابل 585 مليار دينار للسنة الحالية. كما طال الإنفاق السخي للحكومة وزارات التربية والتعليم التي تصل إلى 1.17 تريليون دينار أي 8.3 مليار دولار مقابل 825 مليار دينار في 2022. وعلى الطريق نفسه ارتفعت ميزانية قطاع الشغل بعد إقرار منحة البطالة واستحداث صناديق للتأمين على البطالة ودعم الشباب لتصل إلى 1.2 تريليون دينار 7.2 مليار دولار مقابل 176 مليار دينار. كما تبلغ ميزانية الصحة 681 مليار دينار أي 4.2 مليار دولار مقابل 439 مليار دينار للعام الجاري. واللافت في موازنة الجزائر للسنة القادمة خلوها من أي ضرائب جديدة تمس جيوب المواطنين، كما لم تلجأ الحكومة إلى أي مراجعة للضرائب والرسوم المباشرة أو غير المباشرة المطبقة على استهلاك المواد الغذائية أو الطاقة، فيما أقرت حكومة أيمن بن عبد الرحمن إعفاءات ضريبية لعدة شركات صغيرة وناشئة. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ وهل ترون أن هذه الزيادة في الإنفاق ستساعد على ارتفاع النمو الاقتصادي وازدهار الجزائر؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات حول هذا الموضوع. أخيرا في الأخبار، مشاركة واسعة للقادة العرب في قمة الجزائر. حيث أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن قمة الجزائر ستشهد مشاركة واسعة من القادة العرب. وقال زكي في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات المندوبين بقصر المؤتمرات أن مشاركة كل دولة هو قرار سيادي، مؤكدا أن بعض الدول لديها الاستعداد والرغبة للمشاركة على أعلى مستوى، والبعض ربما لا يستطيع قادتهم المشاركة لأسباب مختلفة. وتبع قائلا: ما نعلمه أن القمة في الجزائر ستكون لها مشاركة واسعة من القادة العرب من مختلف الدول العربية. وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيض إلى الجزائر الخميس استعدادا لانعقاد اجتماع وزراء الخارجية المقرر السبت والمشاركة في القمة العربية المقرر مطلع نوفمبر المقبل. وعقب وصوله حرص الأمين العام على عقد لقاء مع الوفد الإعلامي المرافق للأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشيدا بالمجهودات المبذولة من الوفد. وفي لقائه حرص أبو الغيض على الإطمئنان على الوفد الإعلامي والصحفي والتقى بهم في مقر إقامته الجزائر مؤكدا حرصه على سلامتهم وتوفير بيئة عمل مريحة لتنفيذ مهامهم. وما رأيكم في هذا الموضوع أيضا أعزائي المشاهدين؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. إخواني وأخواتي، وصلنا لنهاية الفيديو. إذا أعجبكم لا تنسوا أرجوكم الضغط على زر الإعجاب، وأيضا لا تنسوا زيارة قناتنا التي تحدثنا لكم فيها سابقا والتي تحتوي على محتوى الرعب والتحقيقات. و إذا أعجبتكم أرجوكم لا تنسوا الاشتراك فيها أيضا. أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، وسنلتقي مجددا في فيديو آخر مع أخبار أخرى. إلى اللقاء.